هذا المستوى اللي كان نديروه دابا في فرقه المنتخب الوطني راه مزيان، وباش نتعلموا في هذا التورنوا اللي لعبناه دابا في تركيا باش نشوفوا المستوى ديالنا فين راه واصل واش خصنا نصلحوا باش نمشيو الكره بريباريو باش نمشيو نلعبوا ان شاء الله كاس افريقيا في تنزانيا ان شاء الله. انا داروا لي بحال خوتهم، انا من رجا وجا، ولكن داروا لي بحال خوتهم، بحال اللي لعب 5 مرات ولا 6 مرات مع المنتخب الوطني، وحنا كنقاتلوا في التيران بحال الخوات، واحد كيختل على واحد، وهذا الشيء لا فرص تاع الفرقه ديالنا. حنا عندنا اللي كانت لي باش نربحوا هذا لي ماتش وباش نديروا شي حاجه كبيره في كاس افريقيا ان شاء الله، وباش ندوزوا لكاس العالم في بيرو. وحنا عارفين بلي غادي يكونوا صعاب هاد لي ماتش، ولكن حنا عندنا ثقه في بعضياتنا وان شاء الله غادي يكون شي حاجه زينه ان شاء الله.